إذن مشاهدي قناة شوف البث المباشر من ضواحي قلعة سراغنا من جماعة سيدي عيسى بن سليمان. مشاهدينا احنا في واحد الكوري ديال واحد السيد بالمنطقة هنا ديال ولاد سي بلغيت توامة، كما كتشوفوا معنا الحوالة سلالة ديال السردي ما شاء الله، كيل الحولي اللي ما بين 150 حتى 200 كيلو تبارك الله ما شاء الله. وتيقول هذا السيد ان الحولي رخيص في هذا العام هذا. لان مشاهدينا كما كتشوفوا معنا هذه سلالة السردي، وكنعرفوا اقليم قلعة سراغنة معروفة بهذه السلالة ديال السردي. اذا مشاهدينا كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر من ضواحي قلعة السراغنة من جماعة سيدي عيسى بن سليمان. وغادي تبقاو معنا، غنخليكم مع هذا الكساب ديال هذه السلالة ديال السردي اللي معروفة بها المنطقة ديال قلعة السراغنة. إذن متابعينا كما كتشوفوا معنا في هذا النوع ديال سلالة السردي بمنطقة قلعة السراغنة تبارك الله ما شاء الله. إذن متابعينا كما كتشوفوا معنا على هذا المباشر عبر قناة شوف تي في. يعني ما شاء الله، فكما قلت في الوزن ديال الحولية كيوصل ما بين 150-160 كيلو. غادي نخليكم من هذا النوع ديال السردي عند هذا الكساب بهذه المنطقة ديال ضواحي قلعة السراغنة. هنا كما كتشوفوا هذا هو الحولي ديال سلالة قلعة السراغنة. تفضل معنا الحاج، تفضل معنا، اجي هنا اجي هنايا اجي هنايا، تفضل الحاج، تفضل الحاج، قدمنا نفسك انت مباشره على قناه شوف تي في. اهلا وسهلا ومرحبا بك على قناه شوف تي في. احكي للمشاهدين الكرام حول سلاله ديال السردي، انت كل عام كدير سلاله السردي، شحال كدير ديال الحولي وكيفاش داير الاثمنه هذا العام؟ تفضل الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج بشير من دوار ولاد سي بلغيت إقليم قلعة السراغنة جماعة سيدي عيسى بن سليمان. نعم. هنا هذا النوع ديال السردي داخل التجمع ديال عتساوت. هاد العام عندنا 80 ديال الحولي. المهم بالنسبة للثمن هاد العام ناقص الثمن بزاف. الثمن ناقص، يعني الحولي ديال 150 كيلو بشحال كتبيعوه تقريبا؟ 150 كيلو هذا بيعوا ب 4500. يعني 4500 درهم هذا الخير هذا. 150 كيلو. متابعينا كما كتشوفوا معنا في هذا الحولي تيقول الحاج انه 150 كيلو بيعوا ب 4500 درهم الحولي. وكيفاش تيبان لك الحاج انتم يعني من خلال العلف، من خلال هذا الجائحه ديال هذا العام، كيفاش تعاملتوا مع العلف؟ كيفاش تعاملتوا؟ واش كان موجود العلف؟ كان هذا العام موجود ولكن الاثمنه غاليه، 3 دراهم و50، 3 دراهم و40، 60 دراهم و70، بالنسبه للعلف غالي بزاف. لا هادشي ما مسلكناش ثمن العلف، ما ناخذوش حتى يعني ما تاخذوش حتى ثمن العلف. ثمن العلف يعني عندكم الخساره بالنسبه للجائحه ديال الكورونا. راه ما كيفاش كتعاملوا في البيع دابا من ناحيه واش كاين اقبال ما كاينش الاقبال؟ الاقبال بالنسبه للكوري كاين الاقبال ولكن الثمن رخيص.
وبالنسبه للسوق ما كاينش اقبال هذا العام. السوق ما كاينش اقبال، الكوري كاين ثمن رخيص. بالنسبه لتيجيو الناس كليان تنبيعهم بالنسبه للعلف والشنو تنبيعو بثمن مزيان شويه. كاين تتراوح بين 2000 حتى 4000. من 2000 حتى 4500 الحولي. إذن متتبعينا كما شفتوا معنا هذا الكساب اللي يقول لك أنه الحولي ديال 150 كيلو 160 كيلو باعوا كيبيعوا ب 4500 درهم، تيقول أنه ما غيرش فلوس ديال العلف اللي كيعلف الحولي. إذن مشاهدينا الحاج شحال كدير تقريبا ديال الحولي في السنة منك؟ هذا العام 480. 480 ديال الحولي. تبارك الله ما شاء الله. إذن وكدير حتى الحولية تقريبا؟ الحولية عندي. واخا نمشيو معاك تشوفوا الحوليه. اذا متابعينا غادي تبقاو معنا في خير من هاد على هذا المباشر من هاد الكوري اللي غادي نشوفوا الحوليه ايضا بهاد الكوري. اذا متابعينا كما كتشوفوا معنا فهذه الحوليه، وكذلك كما كنعرفوا الحوليه حتى هي من سلاله السردي. اجي الحاج حكي لنا على الحوليه. الحولية الثمن ديالها كاين من 1000 درهم حتى 2000 درهم. حتى 2000 درهم هاد السلالة السردي ديال الحولية. نعم. شي اللي كاين بالنسبة للحولية. وحتى هي بالنسبة للمصروف كتاكل بحالها بحال الحولية. بحالها بحال الحولية. يعني حتى هي ما كاينش يعني ما 4 دراهم حتى 6 دراهم تاكل. 4 دراهم حتى 6 دراهم في الحولية وبين الحولية. واخا. نرجعوا معك للحولي. اذا مشاهدينا غتبقاو معنا ايضا كما قال هاد الكساب، فما غاديش ياخذ حتى الثمن ديال العلف ديالو، غادي تبقاو معنا كما شفتوا. فالحولي ديال 150 كيلو تيقول انه كيبيعوا ب 4500 ديال الدرهم. إذن مشاهدينا فهذا سلالة السردي واللي كيتعرف إقليم قلعة سراغنا بسلالة السردي. نعم. شحال هذا وصل؟ 42. اذا الاب ديالهم راه شدوا شد لي هذا الاب ديالهم بجوج مليون و 40 الف ريال باش شاريه. بشويه. اذا مشاهدينا هذا هو الاب ديال السردي اللي تيقول هذا الكساب شاريه بجوج مليون. شحال جوج؟ وحكي لنا على كيفاش الاب ديالهم. اجي معنا. من السلاله ديال السردي هذا الحولي بشري بجوج مليون و 40. نعم. بالنسبه لنا يعني بشري بجوج مليون و 40. هذا تيقول انه شاريه بجوج ديال المليون و 40. هذا هو الاب ديال الحولي كيتسمى بسلاله السردي. سلاله السردي. اذا متتبعينا كما كتشوفوا معنا فهذا هو الحولي الاب ديال السلاله اللي كيقول لي السردي واصل جوج المليون و 40. هذا يعني ماشي ديال الضحيه، ماشي ديال البيع. هذا ماشي ديال العيد، ماشي ديال الضحيه، ديال الغنم. هذا ديال الغنم. تيقول انه شاري بجوج المليون و 40. اذا مشاهدينا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر من ضواحي قلعه اسرغنا وبالضبط من دوار اولاد سيدي محمد التومي ولاد سيبو الغيت، يعني جماعه سيدي عيسى بن سليمان، في هاد الكوري ديال هاد الكساب اللي كيدير هاد السلاله ديال السردي. وكما سبق لي وقلت فتيقول انه الحولي ديال 150 كيلو كيبيعوا ب 4500 درهم. كيقول ان هاد العام حاله استثنائيه اللي ما غاديش الكساب ما غاديش يشد حتى الفلوس ديالو. اذا متتبعينا الى هنا نصل الى نهايه هذا البث المباشر من ضواحي قلعه اسرغنا. غتبقاو معنا متتبعينا غنشوفوا الحولي شنو تياكل مثلا في العلف، شنو واخا. احكي لنا المشاهدين شنو بدا تعطيهم في العلف. في العلف تنعطيهم فريله نيه الذره
الجلفه ديال الشمندر الفصه والرويزه. يعني فريناض دراج الجلفه ديال الشمندر والرويزه والفصه. إذن هذا الشيء كله طبيعي وكله صحي، يعني ما عندوش تأثير على الحولي، بالعكس يكون يعني الحولي اللي تياكل هذا العلف هذا تيكون مزيان. إذن مشاهدينا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر من ضواحي قلعة أسرغنا من هذا الكوري ديال هذا الكساب، كما شفتوا معنا الخير موجود، يعني العرض موجود، الثمن شي طايح ما كاينش الثمن، الثمن رخيص، الحولي رخيص، الحولي اللي تيوصل ما بين 150 160 كيلو كعامل 4500 ديال الدرهم. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من ضواحي قلعة أسرغنا، إلى اللقاء.